قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ببعض الصلوات الجهرية يلاحظ على بعض المأمومين أنه يقوم برفع السبابة. عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفاته الحسنى، فهل هذا من السنة؟ نعم، رفع السبابة في التشهد عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء هذا من السنة، وإشارة إلى التوحيد. نعم. وعند قراءة الإمام يا شيخ؟ عند قراءة الإمام لا، إنما هو في التشهد، عند لفظ الجلالة أو عند الدعاء. أما رفع السبابة في القيام أو هذا غير مشروع. نعم.